حياكم الله وأهلا بكم مجددا في مشوار برنامج متداول الذي سننطلق من خلاله الآن نحو القصص والحكايات والهاشتاجات المتداولة والرائجة على منصات السوشيال ميديا والتي أحدثت نقاشا وجدالا من خلال المتابعين ومن يشاهد كل تلك القصص الرائجة. سنبدأ تلك الأحداث والقصص من خلال العناوين. منح أم قصر للكويت يغضب العراقيين. إنقاذ دب ضخم علق بأسلاك شائكة في قرية بدهوك. الأمن يضبط أكثر من 14 مليون دولار قبل تهريبها. المواد العازلة إكسباير، عامل في بناية البنك المركزي يحذر. أم قصر مدينة عراقية واللي يوصل لها قصيدة. تهديد ووعيد وغليان في الشارع العراقي واحتجاج بسبب ترسيم الحدود، لكن ما حكاية الترسيم؟ وما الذي أثاره في هذا الوقت تحديدا؟ وزارة الخارجية أو وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر أعلن في مؤتمر صحفي من بغداد، أعلن عن مفاجأة أزعجت العراقيين. بالمختصر المفيد، مدينة أم قصر ستسلم إلى الجانب الكويتي قريبا، مقدما شكره وامتنانه إلى محافظ البصرة السيد أسعد العيداني للإيفاء بوعوده بما يتعلق بموضوع إزالة البيوت على حدود الكويت. وودي أني أشكر بشكل خاص وشخصي سعادة محافظ البصرة على وعوده لدى اليوم بإنهاء موضوع منازل أم قصر، فسعادته ما قصر والله يسلمه، وعد بأن البيوت على حدودنا ستزال قريبا والمشروع سيتم استلامه بالكامل في الأيام القليلة. ما قصة المنازل التي أشار لها وزير الخارجية الكويتي؟ فبعد اجتياح الكويت صدر قرار من مجلس الأمن الدولي والمرقم 833 ينص على ترسيم الحدود البرية لغاية الدعامة 162، وما حدث أنه توجد مجموعة من المنازل العراقية في تلك المنطقة وبعد الترسيم أصبحت بداخل أراضي الكويت، لذا حصل اتفاق على بناء مجمع سكني بداخل أراضي العراق لأصحاب تلك البيوت بدعم من صندوق التنمية الكويتي. واحترام الطرفان هذا الترسيم بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، واليوم تطالب الدولة الجارة الكويت بتطبيق هذا الاتفاق السابق وبالعودة إلى ردة فعل الشارع العراقي. فبعد اتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله المثيرة للجدل والاستهجان من قبل الشارع العراقي، اليوم يتحدث الجميع عن ترسيم الحدود البرية والبحرية أيضا وتنازل العراق عن مساحات كبيرة لصالح الكويت، على الرغم من تصريحات العيداني الأخيرة والذي أكد أن ترسيم الحدود ليست من صلاحيته ولن تذهب ذرة تراب من حدود العراق إلى الكويت، وكل ما يثار الهدف منه التسقيط السياسي لا غير. ومع هذا شرارة الغضب لم تنطفئ ولم تخمد. لقطة متداولة في السوشيال ميديا قيل أنها لاحتجاج أهالي محافظة البصرة على منح أم قصر للكويت وما يدور من كلام حول هذه القضية وهذه الأزمة. شاعر العراق وليد الخشماني ينتفض لأهل البصرة ويرد بقصيدة نارية على
على هذا الموضوع. يا أهل البصرة هالقاع الحمايلكم، يا أهل البصرة هالقاع الحمايلكم، يلب الكون كل قصور ما عدكم، باعوهم قصر والحبل عالجرار، وشكو ما عنده حق ظل ياكل بحقكم. من هالقاع امس ما عبرت الارتال، امريكا تورطت من وصلت حدكم، مو عاد ابو يمع يبوق منكم قاع، راح اعتبره بقة وقرصة خدكم. اريد ان الفشق يهدم مضيف الليل وتتريق الفجر يمهم عشايركم. افين عالبينا وانتو موجودين، مو بس مقصر كلنا بشواربكم، مو بس مقصر كنا بشواربكم. واسم مقصر العراقية تصدر ترند العراق، هناك ردود أفعال كثيرة جاءت رافضة ومستنكرة، وآخر طالب بالحفاظ على سيادة العراق واحترام أيضا حدود الجارة الكويت. وهناك تعليقات كثيرة، نبدأ من تعليق لمحمد بدر، يقول في تعليقه: محمد، قهر وصدمة، يعني معقولة الحكومة قبلت على إعطاء هاشتاغ مقصر للكويت بهالسهولة؟ زين، شنو المقابل؟ شنو اللي جابرهم؟ وشنو دولة ترضى تخسر أراضيها بهاي الطريقة بدون مبرر أو مصارحة للشعب؟ تعليق من علي موسى يقول في تعليقه: ليش هذا الإصرار من الكويتيين على مساحة جدا قليلة ولا تأخذها وإلا تأخذها وبنفس الوقت الأرض المحايدة والشاسعة مع السعودية ما فكوا حلقهم، والأهم حقول نفط مشتركة مع إيران هم ما فكوا حلقهم؟ تعليق من عبد الملك يقول: عبد الملك مروان في تعليقه: العراقي زعلان على أم قصر لأن أخذوها الكويتيين، ونسى أنه بمحافظته وبلده ما يقدر يبني أرضه. العراق تفرهد بسبب الشعب أولا والسياسيين ثانيا، لأن الأول أعطى الحق للثاني ورخص روحه. تعليق من ريحانة تقول: قالوا ارجعوا للتاريخ تلقون أم قصر كويتية، رجعنا للتاريخ ما لقينا الكويت أصلا. تعليق آخر من بشار العبادي: سندافع عن أرضنا حتى الرمق الأخير، لن نسمح لأي مسؤول أن يتخلى عن شبر واحد من العراق مقابل حفنة من الدولارات والاستثمارات إلى الكويت أو غيرها. أم قصر وكل شبر فيها إلى البصرة أم العراق. كأنك في عالم افتراضي أو ضمن مغامرات علي بابا والأربعين حرامي، هذا ما سيخال لك وأنت تنظر إلى هذه المشاهد الحقيقية التي كشف عنها أو كشف عنها أمام الرأي العام، وفاجأت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في العراق. سلسلة دهاليز سرية وأبواب وغرف محصنة، أموال كبيرة لا تأكلها النيران عثر عليها في هذا المكان، وعثر عليها جهاز الأمن الوطني العراقي أثناء إطاحته بأكبر شبكة تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق، والمضاربة بالأسعار في بغداد. 11 شخصا متهما جرى القبض عليهم واحدا تلو الآخر وصولا إلى العقل المدبر لهم في هذه الشبكة. لقطة كانت الأكثر تداولا ورواجا في السوشيال ميديا، تصدرت الترند، سنشاهدها معا.
من هذا الحائط يوجد ديكور، وضمن الديكور يوجد باب آخر. هذا الباب يؤدي إلى الغرفة الحديدية. هاي غرفة حديدية، باب حديد ويؤدي إلى غرفة حديدية. داخل هاي الغرفة يوجد القاصات الكبيرة. 14 مليون دولار ونحو 9 مليارات دينار عراقي صادرتها عناصر الأمن الوطني خلال مداهمتها هذا المكان، هذا الوكر التابع لهذه العصابة المتهمة بتنفيذ عمليات مشبوهة لغسيل الأموال وتهريب العملة الصعبة، حيث كانت تمارس تلك الجريمة عن طريق اتخاذ شركات تجارية وهمية لممارسة أعمالها تحت هذا الغطاء. لنستكمل مشاهد عملية المداهمة تلك، وهذه المرة من موقع ثاني. إضافة إلى الدولار والنقود العراقية، العملة المحلية والصكوك، لوحظ وجود أجهزة فنية وأسلحة متوسطة وخفيفة وكواتم تستخدمها أفراد الشبكة الخطيرة تلك. أما عن حملات الاعتقال فلم تقتصر على العاصمة بغداد فقط، بل شملت أيضا محافظات ديالى، المثنى، البصرة، وألقي القبض على 12 متهما تورطوا جميعهم بتهريب العملة في داخل وخارج العراق، وضبط بحوزتهم مبالغ قدرت بأكثر من 30 مليون دينار و600 دينار عراقي، وبالإضافة إلى جواز سفر 600 جواز سفر وتذاكر سفر أيضا مزور للحصول على الدولار بسعر الصرف الرسمي وبيعه إلى خارج العراق وخارج البوابط القانونية. أما ردود الأفعال والتعليقات التي جاءت حول قصة الاقتحام للحصول على تلك الأموال المعدل للتهريب كانت كالتالي. نبدأ من تعليق حج حسن، يقول جهاز الأمن الوطني جاي يشتغل ويتعب ويلزم هؤلاء الخونة، ليش تضيعون تعبهم وبعدين تطلعوهم من السجون مثل نور وغيره. تعليق آخر ومداخلة من حسن هاشم، من غير المعقول في يوم عقوبة المصارف العراقية الأمن الوطني يطيح بهاي الشبكة، وإنما الدولة تعرف بهم وتندلهم، ولكن بسبب صعود صرف الدولار تحركت عليهم. خلدون الخالد يقول كفو ينطح كفو من جهاز الأمن، أبطال خطية يشيلون بالقواني وحسر عليهم الشد، بس والله خوش غنيمة، يا ترى هاي الفلوس وين راح تروح؟ تحياتنا لنسمة. تعليق آخر من أم العز تقول في تعليقها، شنو هاي الفلوس؟ مصرف كامل مخبينا بالقواني، شلون قهر يا ربي، الشعب ميت جوع وأكو هيك فلوس، الخاطر الله، ماكو تفكير بالموت، مو كافي بوق.
عندما تشعر بالجوع وتشعر بحاجة إلى البحث عن الماء والطعام في هذه الأجواء الحارة، تخرج من مخابئها وأماكنها بعض الحيوانات وتغامر من أجل البحث عن أي شيء تأكله. هذا ما حصل بالضبط عندما اقترب دب بري من قرية قسركو في مدينة زاخو التابعة لمحافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، لكن لسوء حظ الدب علق بالأسلاك الشائكة التي نصبها الفلاحون حول المزارع تحسباً لاقتراب الذئاب، الحيوانات المفترسة، الدببة أيضاً، خوفاً من الاقتراب من المواشي. فعلق هذا الدب وتعرض لجروح بليغة بعد أن التفت الأسلاك حول رقبته وجسمه، وفوراً تم الإبلاغ عن هذا الدب العالق، وتوجه فريق من منظمة كردستان لحقوق الحيوان إلى هذا المكان لمساعدة هذا الدب العالق بمساعدة قوات البيشمركة لحماية البيئة، والتي قدمت لهم معلومات حول وجود الدب وحالته المزرية. أول جندي قصر كويا وفرخة وشيشة دفرة قولي سنديو أفرشا يا هاتيا كاتيا في سيمي ويا أصيب وينوكا تيمي هزو دوكا بشمارك فارسنا جنجي قال دكتوري قال برا بشمارك أعمل في دفرة البهندي كو في هرشي قرطال بكين يا كاتيا في سيمي احتمالا زيدة تشبين شاش دمج ميرا بله او هر چوتا پنچ کرن شلای تیما نوجداری و یا هزو دو که پشمرگ پاراسنا جنگه و سیمه پفکوی و ما یه اگر وی سیمه یه هات یا پنچ کرن او او اگر چکه و پفکوی گره که مهمه لیوه بیده او پفکوی بیده بیده او باشه تازه مرتاح بود بس بمن اشياء سريعه بس بفهم بيدوي طازه مرتاح بو ليش نهايه يا تيتا شارا سركرن شرقت بواتينا دار درماني بواتي دونان او وصلاني بواتي شكل كرن وياتي پنج كرن نهادي بساترون بلا كبار كانوا بلا شيء بوند دو جيتا نفس رشتي جوني كردستان دو دكتور تا چه والله ايش الحمد لله حالتنا قلق خراب بتكي بيدي في سي ما يعني بجني بين دور جالي خوندن جالي خوندي وكيد شي بيوت مصلي شو ما ترسينينا لا 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 ان شاء الله بس بنج بلدي زبد وكي بري وكيد بدي شي بتشنينا باش ترى من بردين وي جي جي هاتي ان شاء الله بدو ما يجي شي طبيعه خوي جاره اكيد اكيد بس تدخل بس هذا هرج باش لي هاتي رزقار كريم في سي ما و هات یه پنج کردن و هات درمان کردن شلوی تیم نوشداری و برز دکتر سلمانی و مگان در جهه که برزوی امین بونده و اگیانوی پاراستی بیتن که چنید دمج میرم و که دکتر بجیتن دتا زانی که در فلسه را بیتا و دهشت و یه سریوی ده پنج پنج بر دتا و مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل ترصد لحظة انقاذ الدب حيث يعاني من جروح في الرأس والصدر، وبعد تداوي تلك الجروح وإعطائه الأدوية اللازمة تم الإفراج عنه وإطلاقه في هذه الأدغال كما نشاهد فور شفائه. أما ردود الأفعال والتعليقات كانت مختلفة، نبدأ من تعليق كتبته سجى. تقول سجى عن حالة هذا الدب المسكين: فعل الخير لا يقتصر على الملتزم دينيا، فعل الخير دائما حتى وإن كانت أو إن كنت غارقا في المعاصي ربما ينجيك الله وتدخل في رحمته. تعليق من شروق الشمس تقول: خطية النوب متعور براسه وصدره والشمس حارة، الحمد لله على السلامة من نتشافه والله يوفق كل من سعى في إنقاذ الدوب. تعليق آخر من ساديو ماني يقول: نيالو اللي يسوي عمل خير، وهذا يدل على الضمير الحي للشخص اللي يساعد ويفك كرب روح حتى لو كان حيوان. تعليق من مراد يقول: مراد طبعا إذا ماكو محمية خاصة تحمي هاي الحيوانات تلقاها كاتلها الجوع والعطش أو تهرب من الإنسان بسبب العنف، خطية. تعليق من أكرم السباعي يقول: إنقاذ الدب أهم من إنقاذ أرض البصرة، مدينة قصر انباعت للكويت والقنوات تنشر عن الدب والسويد، الحمد لله هسه عرفنا عندنا دبدوب ما كنا نعرف قبل، خوش خبر. تعليق آخر من كريم رامي يقول: يا معود يا دوب إيش جابك للعراق؟ كل ضيم وظلايم، اطفر أحسن لك، إيش عندك هناك
قاعد بالجبل، روح شوف الخضار الغابات، هاجر هي بقت عليك. المواد العازلة الخارجية كلها منتهية الصلاحية. عامل يعمل في بنايات البنك المركزي العراقي الجديد يحذر العراقيين ويكشف عن فضيحة مدوية وفساد في المشروع. فما القصة؟ أعلى مبنى في بغداد وأحد أبرز وأهم المعالم المميزة للعاصمة، البنك المركزي العراقي الجديد الذي ينتظر العراقيون اكتماله بفارغ الصبر لكونه لم يرى النور بعد، يتصدر الواجهة اليوم، وهذه المرة ليس عن مراحل إنجاز المبنى وتقدمه أيضا أو عن مصممته المهندسة الراحلة المعمارية الكبيرة زهى حديد، بل الحديث عن اتهام خطير تواجه الشركة المكلفة ببناء العوازل الزجاجية للبناية. الصادم في هذا الموضوع الذي ذكره العامل العراقي ووثق ما تحدث عنه بالدليل القاطع، لنتابع. السلام عليكم. لا من يعنيه الأمر، احنا بنك المركزي عمار نشتغل بالعازل ويا شركة ميمسة، طلبوا هسه من عندنا شغل، احنا ما نقدر كإنسانيين كبلدنا هذا ما نقدر نسوي، جبرونا ننظف هذين السطلات اللي قبل شهر مشتغلين بيهم عيني، وطلبوا من عندنا ننظفهم لان احنا ما عندنا مواد مخلصين تقريبا صار لنا اسبوع ونص، طلبوا ننظف هذني اللي صلاحيتهم 2023، هذني ننظفهم هذني جاهزات للاستخدام. هسه طلبوا من عندنا، طلبوا من عندنا ندير هذني المنتهيات 2022، المنتهي الصلاحية 2022 نديرهم من هذني لهذني على مود من نشتغلين او من يجي المراقب او من يجي مراقبات من شركة داكس، انه 2023 دا نشتغلين مواد، هاي المواد وهاي اسم الشركة وهاي، احنا في بنك المركزي اللي عالجادرية المواد العازلة الخارجية كلها منتهية الصلاحية، كلها منتهية الصلاحية. مخالفة معايير الجودة. إذن الشركة الأجنبية التي تتولى مهمة البناء طالبت العاملين في هذا المشروع باستخدام مواد منتهية الصلاحية إكسباير في تراكيب العوازل والجدران بعد نفاد ما هو متوفر لديهم، ولكن فعلت ما فعل. ولكي تغطي على فعلتها تلك وحتى لا يكشف أمرها أيضا أمام لجان المراقبة، أوعزت للعاملين باللجوء إلى لعبة فاسدة من خلال نقل المواد الإنشائية الإكسباير القديمة إلى علب تحمل تواريخ الصلاحية جديدة لهذا العام. فأي فساد هذا؟ وأين النزاهة؟ وأين الرقابة؟ وأين لجان التفتيش مما يحصل إن كان ما تحدث عنه هذا العامل صحيح فعلا؟ ردود أفعال وتعليقات كثيرة جاءت حول هذه القصة وما تحدث عنه هذا العامل. طبعا أيضا حق الرد مكفول للجهة المنفذة لبناية البنك المركزي، من حقها أن ترد على هذا الاتهام الذي وجه إليها من خلال مقطع الفيديو هذا. نحن بانتظار أي رد فعل أو أي رد، وهذا ما نكفله لكم في البرنامج. ننتقل مباشرة إلى التعليقات وستكون كالتالي. التعليق سيكون من من؟ التعليق الأول من حميد الخوير الشمري، يقول حيا الله هذا العامل الشريف الغيور على وطنه، لكن أين هو المهندس المقيم عن هذا التلاعب؟ تعليق من عدنان يقول والله من أمر من يم هذا البناء وبعدهم جاي يشتغلون بأبقى صافن ومنبهر بطريقة البناء المستمر ليل ونهار، بس للأسف أصبت بخيبة أمل من كلام العامل. تعليق آخر نبيلة ماجد، من أمن العقاب أساء الأدب، العتب على الجهات المراقبة، وينهم أشو ما طلع حسهم يعني فوق المليارات اللي انصرفت على المشروع والسرقات اللي صارت بيها، ومع هذا ما كفاكم وجاي تتلاعبون بأرواح الناس، خسارة والله. جاسم محمد يقول كفو منك يا وطني العامل حجي حكى الحق، العامل حكى الحق وما قبل يؤكل
يوكل عائلته، يا سلام على الأخطاء الإملائية، ما قبل يوكل عائلته حرام. والله العالم شكوا بعد مصايب مضمومة، بس متأكد ما راح يبقونه ويمسكون الباب خطير. تعليق من وليد مصطفى يقول: ليش هيك ما تخافون من الله؟ يعني حتى اللي يجي يشتغل يمنا يصير فاسد؟ انت من جاي تستخدم مواد اكسباير، ما فكرت راح تفشل اضخم مشروع بالعراق والكل ينتظر افتتاحه؟ اذا بعد قصة هذا العامل وقصة المواد المغشوشة والاكسباير، هناك ايضا انتقال الى مجموعة من الاحداث المتداولة على منصات السوشيال ميديا. مرورا بالعناوين سنبدأ: شاب محظوظ ينجو من الموت بأعجوبة في دهوك. طالبة تقص شعرها في بث مباشر بسبب درجاتها الامتحانية. أشخاص يحرقون السيارات الفارهة للسياسيين الفاسدين في النيجر. كاد يتسبب بوقوع حادث سير مروري لا يحمد عقباه، شاب محظوظ نجا من الموت المحقق بأعجوبة. كاميرات المراقبة رصدت هذا الشخص الشاب وهو يحاول اجتياز الشارع والعبور إلى الطرف الآخر سريعاً، سيراً على أقدامه في منطقة روفيا التابعة لدهوك، وفجأة ما أن تقدم ببضع خطوات حتى سقط منه شيء ما. هنا قرر العودة واسترجاع الشيء الذي سقط منه ويعود إدراجه دون أن يضع أهمية أو يفكر بالمخاطر التي قد يتعرض لها بسبب عودته إلى وسط الشارع المكتظ بالسيارات. دعونا نشاهد ما الذي حصل مع هذا الشاب عندما عاد مجددا وهو يحاول عبور الشارع. ما فعله هذا الشاب كان خطيرا جدا، وكان هذا الموقف يفصله عن هذا الحادث المميت شعرة واحدة فقط، لكنه نجا. الشاب المحظوظ يبدو أن شيئا ما سقط منه، لا نعلم ما هو هذا الشيء، أثناء عبوره الشارع وعندما عاد ليأخذه فوجئ بالشاحنة الصغيرة وهي تتقدم نحوه بسرعة. ولولا ذكاء السائق وفطنته بالإضافة إلى مهارته بالقيادة تلك السيارة لكان هذا الشاب الآن في خبر كان، أو قد يتعرض لكسور خطيرة ربما في جسمه نتيجة هذا الحادث أو صدام العربة به. الناشطون في السوشيال ميديا تفاعلوا مع هذا الخبر وأثنوا على شجاعة السائق وسرعة تداركه خطأ الشاب. في مقابل ذلك هناك من علق منتقدا متهما معاتبا لما حصل. نبدأ التعليقات من خلال منير. يقول منير في تعليقه، منير عفو، ماذا قال منير؟ والله الحق على الشاب، السيارة كانت مو مسرعة، كان في يكفي طريقه بسلامة. عكل يعني. ألف حمد لله على السلامة، الله لا يضر حدا. والله لا أعلم، هذه اللهجة لبناني عراقي موصلي على العموم. تعليق من رونق عباس تقول: همزين ما قلبت السيارة، دفع الله ما كان أعظم والحمد لله على سلامة الجميع. واضحة هذا يدور فصول وأبو طلايب، إلا رجعت ما لها أي تفسير. تعليق من حمودي الخيري يقول: رجع لأن موبايل طاح منه، مدري نعاله، يعني خاف على الموبايل وما خاف على روحه. تعليق من رسول يقول: رسول ليش خائف؟ شبيك انت عبرت وعبرت غير تكمل دربك يا اخوي، لو مكمل ما كان صار شيء. وبالنسبة لسائق السيارة والله برافو، احيي محترف وفطن ومنتبه اكثر من المتهور، ولو كان مشغول كان دهسه. تعليق من احمد مرعي يقول: اولا الحمد لله على سلامة الشاب، يعني بشرفك كنت راح تموت على مود. صدق انت ترى لا عبالك سايق عادي، سواق الكية مو شوية، باع الفرة اللي فرها حير ابو التشارجر بيها.
في فيديو مؤثر وبسبب نتيجة الثانوية العامة ظهرت طالبة مصرية وهي طالبة الثانوية العامة هذه الطالبة وهي تبكي منهارة بسبب نتيجة الثانوية العامة والدرجات عبرت عن حزنها الشديد من درجاتها والتي جعلتها في حالة نفسية سيئة. الفتاة المصرية تدعى سارة لديها حساب على تيك توك وأكثر من 200,000 متابع. قامت سارة الطالبة في هذا الفيديو قيل أنه فيديو بث مباشر على تيك توك قامت بالإمساك بالمقص لتقوم بقص شعرها كما تشاهدون هذا الشعر الطويل الجميل أثناء تصوير الفيديو وهي تبكي بشدة متأثرة لما حصل معها احتجاجا على صعوبة الأسئلة وتدني نسب النجاح والدرجات. ثانوية ايه وبتاع ايه اللي تدمرنا؟ لا خالص الثانوية ولا بتدمر ولا بتعمل حاجة. الثانوية ما بتدمرش. مين قال ان الثانوية بتدمر؟ مين قال؟ ده احنا ما زلنا بيموت فينا. مين قال؟ مين قال ان الثانوية بتدمر؟ الثانوية؟ لا ده الثانوية جميلة. الثانوية تحفة. شايفين ثانوي؟ شايفين؟ ادي ثانوي، ادي الوزير، ده وزيرنا حبيبنا او لا تحزني يا سارة فجميعنا واجهنا هذا الموقف لكننا لم نضطر إلى حلاقة شعرنا أو قصه. طبعا نال مقطع الفيديو المؤثر من قبل رواد السوشيال ميديا الكثير من التعليقات تفاعلوا مع بكاء سارة في الوقت الذي تعرضت فيه أيضا إلى انتقادات كثيرة بسبب قص شعرها بهذه الطريقة اتهموها بمحاولة ركوب الترند صعود الترند والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المتابعين على حسابها في تيك توك بحجة الدرجات والثانوية العامة والامتحانات وصعوبة الأسئلة وكذا. في حين تعاطف معها الآخرون عبر تعليقات مختلفة وكثيرة اخترنا لكم نماذج من تلك التعليقات المتضاربة والمختلفة. سنبدأ من تعليق كتبه جميل مرسي يقول جميل باللهجة المصرية الجميلة طيب استفدت إيه من كده يا بنتي غير إن الضرر بقى عليك مرتين مرة من الثانوية ومرة بيدك لما ضربتي أنت نفسك ده تاج المرأة شعرها. تعليق من أحلام تقول أيضا باللهجة المصرية ما حدش جبرها وفي مشاعر حضرتك بالناس دي إنسانة تعبت وذكرت وملقتش تعبها فعشان كده انهارت وقصت شعرها. تعليق آخر من مزن الجنوب يقول مزن الجنوب هذه تظاهرة في النيجر وليس تعليق. عموما الآن التعليق من أحلام تقول ما حدش جبرها وفي مشاعر حضرتك بالناس دي إنسانة تعبت وذاكرت وملقتش تعبها فعشان كده انهارت وقصت شعرها. أيضا تعليق آخر التعليق الذي من بعده هذا التعليق نعم خلدون الخالد يقول على العموم نكتفي بهذا القدر من التعليقات وننتقل للقصة التي بعدها. بعد الانقلاب العسكري الذي شهده النيجر وتغيير محمد بازوم رأس النظام الحاكم هناك حيث عبر الآلاف عن تضامنهم تأييدهم للانقلاب والوقوف إلى جانب الجيش تسربت الكثير من مقاطع الفيديو التي تظهر ملاحقة السياسيين المسؤولين ومعاقبتهم ورصد فيديو انتشر كالنار في الهشيم رصد كيف أحرق مواطنون في النيجر سيارات فارهة فخمة
لسياسيين في الحكومة السابقة انتقاما منهم، حيث حملوهم مسؤولية تدهور المعيشة والأحوال الاقتصادية. أظهر الفيديو لقطات لسيارات تحترق تتصاعد منها ألسنة النيران واللهب والدخان في أحد الشوارع، فيما يواصل عدد من الأشخاص تخريب سيارات أخرى. أنا أقول لك الحمد لله هكذا يتم حلق السفارة الفرنسية باتجاه بلد النار. تبدو النيجر أحد بلاد الغرب الأفريقي وأكبرها مساحة، تبدو بلد التناقضات، ففيما يصارع شعبها مشقات الحياة نجدها تمتلك ثروات طبيعية ضخمة. حينما تتجول في شوارع العاصمة نيامي ترى البؤس في وجوه مواطنيها الذين يمتلكون أغنى ثروات العالم من اليورانيوم، الذهب، البترول، الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة. و هذه بعض الأسباب التي دعت المواطنين هناك للانتقام من السياسيين المتعاونين مع فرنسا والغرب، اعتبار هذا التعاون هو سبب دمار النيجر وشعبه وسرقة ثرواته أيضا. أما التعليقات وردود الأفعال كانت مختلفة. نبدأ من تعليق لحسن نورماندي يقول في تعليقه: أفريقيا تتحرر من الاحتلال والهيمنة الفرنسية والغربية على أراضيها وخيراتها ومقدراتها، كل هذه الثروات تذهب إليهم والشعب الأفريقي بأمس بائس فقير يتضور جوعا. تعليق من تركي يقول: النيجر منعت تصدير الذهب واليورانيوم إلى فرنسا وسوف لن تنام فرنسا أبدا، لأنه ضاع منها مصدر الطاقة ولم تعد باريس مدينة الضوء والملائكة كما يقولون، سوف ينطفئ النور قريبا. تعليق من إبراهيم يقول: زمن عبودية أفريقيا للأنظمة الغربية انتهى وبدأت معركة الاستقلال التام، أما الوطن أو الموت. يبدو أن مؤتمر القمة الأفريقي كان تحديد موعد لجيم شطرنج دولي. تعليق من زول يقول: زول، السبب الآخر اللي وحد الناس خرجت للشارع بسبب محاولات إجبار الشعب على قبول المثلية في النيجر. مع الأسف أهل النيجر مظلومين الكثير لا يهتم ويعرف أخبارهم. تعليق آخر ومداخلة من أبو بكر جزائري يقول: ما سر اهتمام العالم بإنقلاب النيجر؟ فرنسا، روسيا، الصين، كلهم قلقون ومهتمون بهذا البلد، وما علاقتها بالهيمنة؟ عبد القادر يقول في تعليقه: واحد من كل 3 مصابيح كهربائية في فرنسا يعمل باليورانيوم القادم من النيجر، في حين أن حوالي 80% من سكان النيجر لا يحصلون على الكهرباء. إذن من النيجر وحرق سيارات المسؤولين الفاسدين هناك، وصلنا بكم إلى ختام مشوار برنامج متداول لهذا اليوم. نلتقيكم يوم غد إن شاء الله في حلقة جديدة. إلى اللقاء.